السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة من فاتي. مرحبا بكم معايا اليوم تحت طلب بعض الأخوات. واحد الأخت قالت لي عفاك شافتني شي نوبة حضرت الكفتة ديال السرديل وشافت هاد الطحانة هذه، كتبت لي في التعليق قالت لي عفاك إلا ما هضري لي عليها زعما شنو كدير هاد الطحانة هذه. أختي هذه هي الطحانة كيف كتشوفي معايا، صراحة نافعاني زوينة بزاف يعني في الطحين بالنسبة لسميتو بالنسبة للحوت ولا كي سميتو ولا هذا كطحنو مزيان مفيش مشكل معاها. هذا الموسيقى كيف قلت لكم هضر لكم عليه مزيان، قلت لكم الحوت بالنسبة للسرديل ولا داك لدانت داك الصدر ديال الدجاج كفتة كطحنو مزيان البنات، وبالنسبة للكاوكاو واللوز لو بغيتو تهرمشو عاوتاني يعني هكا مزيانة أعطيكم عليها غارانتي. أنا عندي دابا راه شي 5 سنين، 5 سنين هي عندي هاد الماكينة هادي، والصراحة البنات أنا ما شاريها جديدة، أنا شاريها مستعملة، فلقيتها هكايا وقلت أنا هادي زوينة كتبان، ودرت مع مولاها بيع ومقال صراحة قلت لي غادي نديها إلا صدقت لي هي هاديك، ما صدقتش ليا غنرجعها. عندي صراحة بنقول لكم راه خديتها جديدة وشنو هادي وشنو هادي، لا أنا خديتها قديمة ملي جبتها صراحة صدماتني يعني بالخدمة ديالها، لا بالنسبة كي قلت لكم الطحين ديال الكفتة ديال السرديل ولا اللوز ولا الكاوكاو وغير داكشي الرقيق راه ما كطحنوش، مثلا نقولوا الزنجلان ولا الزرارع وداكشي راه ما كطحنوش نهائيا، ما كتشدش فيه. غير غنوريكم كيفاش طحنت لي انا الكاوكاو ولا اللوز، كدير طحين زوين بزاف يعني الا بغيت ديروا به مثلا بسطيلة ولا ديرو بريوات ولا شي حاجه كطحنو مزيان كيف ما كتبغيو، يعني تتهرمشو كما تنقولو، ما كتردوش غبره ما كتنيلوش وما كتعجنوش فهمتوا، كديروش يعني بحال العقده. الخدمه ديالها غادي ان شاء الله نخدمها معاكم زوينه البنات، كديرها هكا والموس ديالها راه حاد البنات هانتوما الموس ديالها حاد يعني دغيا دغيا كطحن صافي كديرها بحال هكا. وهذه هي السداده ديالها انت اختي البنت اللي سولات ديرها غير بحال ما هكا صافي وكطحني. عندها هاد الغطايه حتى هي الفوق اللي فيها القياسات كي تشوفوا معايا، نتمنى تكون عجبتكم. بالنسبه لي ماركه البنات راه ما خديتش عندها التيكيت هذه، خديتها طايره منها ما فيهاش فهمتوا، والسرعه كذلك راه فيها هكا الدرجات ديال السرعه شتو بغيتو تضغطوا عليها بسرعه بسرعه هكا ما تحيدوش يديكم، ولا هذيك تحل عاوتاني تسدها. وهادو هما الدرجات ديال كي سميتو ديال السرعه ديالها، غادي نخدمها معاكم ان شاء الله باش تشوفوها. بالنسبه للتركيب ديالها كنتي لا باش ديرها هانا حليناها كدير لها هكا اختي، بعض المرات مثلا يعني ما تبغيش تركب لي كلش حاجه غادي لها هكا دير لها هكا هكا صافي، وغادي ندير الغطايه ديالها هكا وتوركي مزيان شويه هاد الحبيبات هادو حتى تيبانوا لك، غنسدوها في المره الاولى انا لقيت معاها مشكل تا حفظت ليها كيفاش البرنامج ديالها صراحه. غادي نخدم معكم ونوريكم لتحت واحد فيها واحد السميه ما عرفتش هذيك سميتها ولا لا. هاد البريز ديالها يعني راه سبيسيال البنات وثقيله يعني عمليه ماشي ديال بلاستيك، يعني ماشي داك البلاستيك اللي ثقيل. هنا البريز ديالها دايرين كيما قلت لكم سبيسيال هكا، ها نتوما الخيط ديالها راه مزيان يعني صحيح كي تنقولوا عمالي ماشي قاعدة صحيح ولا عمالي، ماشي شي حاجه اللي هي عاديه. غادي نوحل البريز باش نطحن فيها باش نوريكم كيفاش كدير الخدمه. هكا ورا دغيا في ساعة في ساعة في ساعة كطحن لكم بالنسبة للكفتة ولا الحوت بغيت ديرو كفتة ولا أي حاجة في ساعة. كذلك كديرو بها كي سميتو الكاوكاو ولا اللوز بغيتو تهرمشو مثلا كيف قلت لكم، بغيتو ديرو البريوات ولا البسطيلة ولا بغيتو المهم تهرمش ليكم وصافي، وفي ساعة في ساعة وكتهز راه فيها ما شاء الله شوفو قداش كتورك على هادي باش كتسد. هانتوما مثلا انا سديتها هكا احكام كتبان لكم راه تسدت حتى الحطه ديالها، كتحطوا هاد اليد من هنايا وكدورها. انا في الاول
ما بغاش كاع دير لي، يعني ما عرفت كيفاش ندير ليها على حيل شحال عاد عاد اني تعلمت ليها. تحسوا بها كتسدت تصوركم على هذه، صافي تحلات بسهوله. هذه هي الغطايه ديالها، هي هذه بحال هكا. انا نقلب لكم لتحت تشوفوا واش انا هذه كاسميتها ولا شنو هي. ها هي عندي حتى مشكل، ها هي هذه. نتمنى تكون كتبان لكم مزيان التحت ديالها. وصافي انا كنمسحها، يعني بالنسبه للتنظيف راه كندير لها جافيل، كندير هذا كنمسحها من الجنه ملي كنكون مخدماها. ويعني محافظه على الانسان اي حاجه راه الا بغيتها تصبر معاك خاصك تحافظ عليها. نوريكم الكاوكاو اللي يعني درت بيها. يعني كما بغيتو ديروا ليه ديروا ليه. حنا ان شاء الله تنحضر في الصفوف ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الا كتب الله. ها نتوما هذا الكاوكاو، شوف كيفاش كيتهرمش البنات، يعني راه هرمشتو فيها البارح. كي قلت لكم كنحضر في الصفوف ولا سل ولا كل واحد واش كيسميه الا كتب الله. ها نتوما شتو يعني زوين هذاك التقرميش. عاد نقرب لكم مزيان، كتهرمشو مزيان شتو، ما فيش الغبره وما كتديروش بحال العقده، فهمتوا؟ ها نتوما البنات يعني غزاله غزاله والله. الا فات كان الا في البريوات ولا في البسطيله ولا اي حاجه كتخلي لي، يعني كنت كنتعذب شويه مع الترميش هذا. كتكون المونيكس اخرى العاديه، اما كانت تعجنوا ليا واما كانت تديروا لي غبره مثلا. هذه لا ما كتردوش غبره، ها نتوما يعني داك الشكل اللي كنبغيو كاملين. كنتمنى نكون فدتكم يا ربي. وهي هذه كيف قلت لكم غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله صفوف او سلو الى كتب سيدي ربي. وهي هذه كنتمنى تكون فدتكم يا ربي. الاخت اللي سولتني اختي ها هي هادشي اللي عطى الله، هي هذه وراها كبيره كيف كتشوفوا معايا، يعني راه كتهز ما شاء الله حتى نص كيلو البنات، يعني نص كيلو كتهزوا ديال الكاوكاو ولا اللوز. وكذلك حتى الكفته ولا هذا كتهز نص كيلو. الحاجه اللي عجبتني فيها بزاف انا بصراحه هي في ساعه البنات، في ساعه كطحن كديش كاع وقت. والسدان ما تنساوش تجيبو ديروا لها هكا، يعني هاك يعني ما تحقروش داكشي المستعمل. شي نوبه راه كيصدق. غنوريكم واحد الماكينه اخرى ان شاء الله غزاله البنات، فنه فنه حتى هي زويونه ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. حتى هي خديتها غير مستعمله وصدقت معايا مزيان كيف قلت لكم. ان شاء الله نكون فدتكم. وكنقول للبنت اللي طلبات مني اختي ها هي هي هذه، وكنتمنى تكون يعني عرفت العماره ديالها. هذه بعدا ماشي ديال المغرب وصافي هادشي كاين اللي كاين. نتمنى نلقاكم هاد الفيديو وانتم في احسن حال واحوال. حنا مقبلين على شهر رمضان فكنحتاجوا مثلا باش نديروا نحضروا هاد الوصفات بشكل بريوات ولا بسيطلات ولا اي حاجه، فكنبغيو بحال هاد المواكن. انا صدفتها غير من القديم، اللي يلقاها ولا شي حاجه ياخذها على حسابي ما عنده حتى مشكل، راه مزيانه. كنتمنى نلقاكم فيديو وانتم في احسن حال واحوال، وعواشركم مبروكه يدخل لكم رمضان وانتم في صحه جيده. مع السلامه.